بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعين الكرام، مشاهدين الأعزاء عبر القنوات السعودية الرياضية، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بأجمل وأطيب تحية، وتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان الملك عبد العزيز، ثامن أيامنا من ضمن ختام المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان الملك عبد العزيز. طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، انطلاقة ثاني أشواطنا في صباح هذا اليوم، وشوط الرئيسي الخاص بالزمول العام، والمسافة هي 8 كيلومترات، الرحلة الطويلة. إذن متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، ما هي إلا لحظات لنوافيكم مع الخمس المراكز المتقدمة مقدمة الشوط. المركز الأول، هنا هملول حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري، ينطلق ويندفع مع انطلاقة هملول على المركز الأول، بينما المركز الثاني الحضور والقدوم من شعار الهديفي على المركز الثاني، مع انطلاقتي واندفاعات في هذه اللحظات الشقب حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري على المركز الثاني، يقدم لنا الشقب على المركز الثاني، بينما المركز الثالث القدوم من حضور في هذه اللحظات مصطاد بشعار مهنا بن حمد بن محمد بن ميل العفاري، شعار مهنا بن حمد بن محمد بن ميل العفاري على المستوى المركز الثالث، يقدم لنا مصطاد على المستوى المركز الثالث القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة. نرحب بجميع الضيوف من أتوا من أجل هذه المشاركة في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوب الجميع. المركز الرابع الفايز سعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري، يتقدم شعاري بن راية، يتقدم بو علي، يتقدم راشد على المستوى المركز الرابع، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا الفايز. المركز الخامس واختتم به النداء الوصول والحضور من شعار بن مرخان، يقدم لنا مرحب، يقدم لنا مرحب محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبية، يتقدم شعاري بن مرخان صعب المضمرين بن مرخان على المستوى المركز الخامس. هكذا النتائج مع الخمس المراكز المتقدمة، نداؤنا الأول أتممناه على مسامعكم، ولكن لنعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، وإلى شعار هملول، إلى شعار هملول حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري، يقدم لنا هملول، يقدم لنا هملول على المركز الأول ومع مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني مصطاد بشعار مهنا بن حمد العفاري، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا مصطاد على المستوى المركز الثاني. المركز الثالث بالراية مع ثالث الأسماء، يقدم لنا الفايز، الفايز يحضر بشعار سعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري على
المستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصل في هذه اللحظات وصل الهدافي يقدم لنا الشقف حمد بن غانم بن سلطان الهدافي الكواري القادم من دولة قطر الشقيق وممثل معاذر على المستوى المركز الرابع مع انطلاقة الشقف بمتابعة حمود بن محمد الوهيبي في عملية التضمير. من يتابع ويراقب في هذه اللحظات الشقب المركز الخامس بن مرخان يحضر مع المركز الخامس ومع انطلاقتي في هذه اللحظات مرحب محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي على المستوى المركز الخامس. ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الشوط مع مقدمة الشوط هملول هملول مع الصدارة مع شعار حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري يقدم لنا شعار ويقدم لنا هملول بينما المركز الثاني الفايز الفايز سعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري على المركز الثاني. انتصفت المسافة انقضت 4 كيلو تبقت 4 كيلومترات عن خط النهاية يا بالراية. المركز الثالث وصل الهدافي وصل الهدافي يقدم لنا الشقب الشقب بشعار في هذه اللحظات حمد بن غانم بن سلطان الهدافي على المستوى المركز الثالث مع انطلاقة الشقب الشقب على المركز الثالث. والمركز الرابع شعار مصطاد بشعار مهنا بن حمد بن محمد بن مي الأعثاري يقدم لنا مصطاد. المركز الخامس شعار بن مرخان مع مرحب شعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان تبي مع انطلاقة مرحب. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول وإلى شعار هملول وإلى شعار هملول وإلى شعار الجربوعي مع انطلاقة هملول حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري يقدم لنا شعار يقدم لنا هملول منذ الانطلاق مسيطر تمام السيطرة التامة. قام الشوط راس يبي ينهي الشوط راس انواصل هملول على هذا المنوال بينما المركز الثاني بالراية بالراية مع الفايز سعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري على المركز الثاني. بينما المركز الثالث الشقب الشقب بشعار الهدافي حمد بن غانم بن سلطان الهدافي على المركز الثالث. المركز الرابع بن مرخان مع انطلاقة مرحب وشعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي صعب المضمرين يتقدم مع مرحب ولكن مرحبا يا ابو راشد مرحبا يا بن نشر مرحبا يا عبد الهادي يا بن راشد يا بن عبد الهادي يا الغفراني المري يقدم لنا الواصل الواصل يحضر على المركز الخامس بشعار بن نشر بشعار بن نشر عبد الهادي بن راشد المري يتقدم مع الواصل. ولكن العودة إلى هملول إلى هملول والفايز يا سلام ما بين هملول وما بين الفايز مقدمة الشوط حتى هذه اللحظات مع هملول وشعار حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري.
مع مقدمة الشوط وصدارة الشوط. هملول هملول حمد بن سعيد بن محمد الجربوعي المري بينما المركز الثاني يحضر شعار سعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري يتقدم مع الفايز يتقدم مع الفايز. شعاري بالراية شعاري بالراية. راشد يتابع يراقب الفايز في عملية التضمير بينما المركز الثالث شعار الهداف خطير شعار الهداف خطير مع الشقب مع الشقب حمد بن غالب بن سلطان الهدافي الكواري يقدم لنا في هذه اللحظات يقدم لنا الشقب حمود بن محمد بن سالم الوهيبي الوهيبي في عملية التضمير يتابع الشقب يتابع شعار الهدافي المركز الرابع شعاري بن مرخان شعاري بن مرخان الصعب يتقدم مع انطلاقته واندفاعته في هذه اللحظات. مرحب محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي مرحبا يا بن باز وصل الشريف وحضر وابن الطايف مع مبلش زيد بن باز بن عبد الله زيد الشريف يحضر بن باز مع مبلش 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 ومرحبا مرحبا 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 بالقدوم. وصل الوسمي وصل الوسمي خالد بن فيصل بن محمد بن شريم المري الوسمي 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 قادم بكل قوة ولكن العودة إلى الفايز إلى الفايز سعيد بن علي بن سعيد البريص المري ولكن الشقب على المركز الثاني حمد بن غانب بن سلطان الهدافي الهدافي على المركز الثاني وبن شريم على المركز الثالث. يوه 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 مرحب تحرك شعاري بن مرخان ومشرش بن سعيد بن محمد الخياري قادم مع شهير شوط الزمول وبدا هدير الزمول يا بالراية يا بالراية الفايز 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 ولكن الوسمي الوسمي والفايز والفايز سعيد بن علي بن سعيد البريص المري والوسمي على المركز الثاني خالد بن فيصل بن شريم المري مع الوسمي ولكن ولكن بالراية ولكن الفايز سعيد 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 السعيد بنوماس الشوط الرئيسي الزمول مع الفايز مع الفايز سعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري مشكور مشكور يا اخوي يا راشد يا من يتابع هذا الشعار الكبير الفايز منتزعا شوط رئيس الزمول بشعار سعيد بن علي بن سعيد البريص المري تانينا والنماس لك يا ابو علي هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الوسمي شعار خالد بن فيصل بن محمد بن شريم المري مع الوسمي. المركز الثالث شعاري بن مرخان على ما يبدو لي. المركز الثالث شعار مشلش بن سعيد بن محمد الخياري الهاجري مع شهيد. والمركز الرابع شعاري بن مرخان مع مرحب محمد بن سلطان بن مطر بن مخالف. المركز الخامس اذا متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء تهانينا والنوماس لك يا ابو علي الفائز منتزع النوماس الشوط الرئيسي سعيد بن علي بن سعيد البريص المري 13 دقيقه 18 ثانيه و24 الجزء الثاني. هكذا توقيت الفائز بشعار سعيد بن علي بن سعيد البريص المري. المركز الثاني الوسمي بشعار خالد بن فيصل بن متعب خالد فيصل بن محمد بن شريم المري حضر على المركز الثاني مع الوسمي 13 دقيقة 21 ثانية و27 الجزء الثاني. المركز الثالث شاهين شعار مشلش بن سعيد بن محمد الخيرين الهاجري 13 دقيقة و24 ثانية و81 الجزء الثاني. المركز الرابع شعاري بن مرخان حضر مع مرحب على مستوى المركز الرابع 13 دقيقة و25 ثانية بالوفائي والتمام. غزيلان حضر على المركز الخامس سعود بن محمد بن فهيد الرزق العجمي 13. إذن ثانينا والنماس لمالك الفايز سعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري. ثانينا والنماس لك يا ابو علي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء شوطنا الثالث انطلق وشوط الحيل العام والزي